بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين جميعا. هنبدأ كلامنا بسلامنا ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الصغير وتلمسكم الصغير محمد صالح المحامي. تحية عطرة لكل أساتذتي وزملائي وأصدقائي محامين مصر الأشراف الأحرار الأبطال. والله في الآونة الأخيرة بحكم إن أنا متواجد في النقابة بشكل مستمر وجدت إن زمايلنا كتير قوي اللي في الأقاليم في الصعيد وفي الفلاحين اللي في البحري وفي السينا ما يعرفوش حاجة عن النقابة العامة بتاعتنا، ما يعرفوش مشاكلنا اليومية، ما يعرفوش في أساتذة كتير ما يعرفوش شكل النقابة العامة. فقلت أعمل خدمة صغيرة لشبابنا وأساتذتنا وإخواتنا اللي موجودين وظروفهم ما بتسمحش إن هم يبقوا متواجدين في النقابة. أقول لهم نشرة أخبار دورية، نتكلم مع بعض وأحكي لهم إيه اللي بيحصل في النقابة النهاردة وبكرة وإمبارح، وفرصة إحنا داخلين على انتخابات، وانتخابات يعني مين الأصلح ومين الأحسن ومين اللي هيجي يقعد معانا ويشوف مشاكلنا. وقلت برضه نقدم خدمة صغيرة لأساتذتنا المرشحين لمقعد النقيب اللي ظروفهم يا حرام غصب عنها تسمح لهمش ان هم يجوا النقابة ويشوفوها، يا دوب بيسمعوا عنها من التلفزيون او من حكاوي الأساتذة اللي شغالين عندهم. نقول لهم مشاكلنا يمكن حاجة منها تتعمل، وهنتكلم وهنتناقش وكل صراحة وكل وضوح، واللي هيزعل مني انا من دلوقتي بقول له انا اسف سامحني بس هتكلم وهقول عشان خاطري وعشان خاطر زمايلي. يمكن اخترت اول موضوع اتكلم فيه موضوع مهم قوي بالنسبه لنقابه محامين مصر، مشكله كانت بتواجه احد اصدقائي انا شخصيا وشفتها بعيني، الامن. احنا اول مشكله عندنا امن النقابه، احنا عندنا امن ناس طيبين ناس غلابه ناس محترمين، بس كلمه امن كلمه كبيره، ده امن نقابه محامين مصر. يمكن كان من فتره كده واحد صاحبي اتخانق مع واحد صحفي، صاحبي محامي اتخانق مع واحد صحفي جوه النقاب، فالراجل محترم جدا قال هيروح للامن ويعمل مذكره زي الناس ما بتعمل في كل حته عشان الراجل ده ياخد جزاء ان هو اهان محامي جوه نقابته. فوجئت ان مفيش عندنا امن يا راجل، ده انا في مركز شباب الحبانيه في اي نادي في اي مؤسسه لو حصل لي مشكله بروح لفرد الامن بقول له حصل كذا 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 كذا، بيجي معايا وبيكتب مذكره وبيشوف الموضوع. انا في نقابتي معرفش اخد حقي، ما عنديش امن، ده لو ماشي في الشارع اخد حقي. يمكن هنتعرف دلوقتي على بعض الناس الافاضل الناس المحترمين اللي انا شخصيا بحبهم افراد الامن، وانتم بنفسكم هتشوفوهم وهتعرفوهم للي ما شافهمش قبل كده وما عرفهمش قبل كده. تعالى نتعرف على افراد الامن بتوعك. نتعرف عليك. محمد لبيب مشهور. حاجة بتشتغل ايه هنا يا فندم؟ امن النقابة. بقالك كام سنه هنا؟ من هنا من سنه 79. 79؟ 79. ايه رايك في اوضاع النقابه دلوقتي؟ 100 100. تمام؟ تمام. ربنا يديك الصحه، ربنا يخليك، شكرا. نتعرف عليك؟ اخوك حسن علي. حاجة بتشتغل ايه يا استاذ؟ امن في النقابه. بقالك كام سنه هنا؟ بقالي 16 سنه. ايه رايك في النقابه من زمان لدلوقتي؟ والله ما تسالنيش عن النقابه عشان انا ما اقدرش اتكلم في النقابه لان انا معتبر موظف مش محامي، اللي يقول الكلام ده المحامي مش الموظف. متشكرين ليك قوي. شكرا شكرا يا حكيم. وادينا شفنا احد المشاكل اللي موجوده في النقابه، الامن، نقابه محامين مصر ما فيهاش امن. دي مشكله. نخش على تاني مشكله ولا هتبقى تقيله علينا قوي؟ زمان ضحكوا علينا وقالوا لنا النقابه بتاعتنا عامله لنا اوتوبيسات هتودينا المحاكم وتجيبنا. ان الاقي اوتوبيس، طب هم راحوا فين الاوتوبيسات؟ طب راحوا فين السواقين المتعينين؟ ده احنا كنا بندفع تذاكر يعني كنا بنركب بفلوسنا، طب قولوا لنا شغالين على انهي خط ونروح نركب، جيزه هرم مستعد انزل معاهم بعد الظهر احمل معاهم، بس قولوا لنا الاوتوبيسات دي راحت فين؟ فين الاوتوبيسات اللي هترحمنا من الزحمه؟ انا راجل محامي يا اخوانا، المفروض انزل اقف قدام القاضي شكلي كويس مش نازل عرقان وتعبان من كتر المواصلات، فين الاوتوبيسات اللي جت بفلوسنا؟ سؤال صغير، يا ريت حد من النقبه اللي هيشرفونا ان شاء الله وربنا يوفقه وينجح يرد علينا ويقول لنا الاوتوبيسات دي فين، يطورها لنا شويه يحط لنا فيها مروحه، يراعي زمايله، ما احنا برضو زمايله وهننجحه ان شاء الله باذن الله. عايزين بس حاجه من الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، اوتوبيسات النقابه دي حاجه، ادي لغايه دلوقتي مشكلتين. نخش على الثالثه، شكلها وحش شكلها بايخ شكلها دمه تقيل، نقابتنا نقابه محامين مصر اللي في اهم منطقه في مصر. حد شاف نقابه المحامين جوه عامله ازاي؟ مش هنقارنها بنقابه الصحفيين ولا التجارين ولا الفنانين ولا حتى السباكين لو فكروا يعملوا نقابه،
تعالوا نتفرج على النقابه ونتعرف على النقابه من جوه ونشوف شكل نقابه محامين مصر، قلعه الحريه في مصر. يلا بينا. اذا اتيتم اهم منطقه في مصر، حد شاف نقابه المحامين جوه عامله ازاي؟ مش هنقارنها بنقابه الصحفيين ولا التجارين ولا الفنانين ولا حتى السباكين. هيفكروا يعملوا نقابه اذا شكلها بايخ، شكلها دم تقيل. نقابتنا نقابة محامين مصر. إذا أتيتم بلغوا عنها. لا وحش، شكلها بايخ، شكلها دم تقيل. نقابتنا نقابة محامين مصر. إذا أتيتم بلغوا الفرق مش كبير قوي ما بين المنظر اللي احنا شفناه والمنظر اللي انا واقف حواليه. المكان ده مش في نقابه المحامين تماما، مع اني كان طول عمري اتمنى ان يبقى المنظر دوت هو نقابه محامين مصر، قلعه الحريه في مصر، قلعه الحريه في العالم العربي كله. نقابه محامين مصر يا اساتذه. السؤال هساله دلوقتي لكل الساده المرشحين لمنصب نقيب محامين مصر، اعلى وارقى المناصب في مصر، انه اعلى من منصب رئيس مجلس الوزراء، ايه اللي انت ناوي تعمله لنا عشان تخلي النقابه حاجه شبه كده؟ طب تخلي النقابه شكلها كويس علشان انت حتى لما يبقى معاك ضيوف تعرف تيجي وتقعد بيهم عندنا، ما تروحش تقعد بيهم في كافيه ولا قهوه ولا في اوتيل ويتخصم كل دوت من ميزانيه النقابه اللي خلاص مش قادره تستحمل المحامين عشان تستحمل كمان ضيوفها. السؤال ده لكل نقيب يا ريت هيقول لي بعد اذنكم، وانا اسف للسؤال البايخ، هيعمل لنا كده في النقابه امتى وازاي وبعد فتره قد ايه؟ يا ريت احلامنا ما تزيدش قوي، يا ريت ما نزودش برامجنا الانتخابيه زياده عن اللزوم بحيث ان احنا ما نعرفش ننفذها. احنا كل اللي طالبينه منكم كمحامين شباب مصر، ولادكم وتلامذتكم، قولوا لنا بس هتخلونا عايشين محامين زينا زي محامين السودان ولا الصومال، مش هقول لك سعوديه ولا امريكا ولا انجلترا ولا حتى فرنسا. دي أول حلقة لينا، يا رب تكون حلوة، يا رب تكون حاجة صغيرة من اللي جوانا طلعت، بنتكلم من قلبنا قبل ما نتكلم من بقنا، وزي ما بدأنا كلامنا بسلامنا هننهيه بسلامنا ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.